وحشتوني 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 وحشتوني. مش بغني، بتكلم بجد. مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الحب، مساء الحب، مساء العسل على أمي، على بنتي، على صاحبتي، على جارتي، على حبيبتي. مساء الهنا عليكم جميعا. اسك رضا وقيس رضا كان المفروض تبقى امبارح، عملناها النهارده نظرا ان انا ما طلعتش الخميس، فقررنا ان احنا امبارح نعمل مشاكل كانه يوم الخميس والنهارده كانه يوم الجمعه. مش هضيع وقت، احنا المفروض هنقول شويه مشاكل وبعدين هنطلع فاصل نرجع نكمل اسك رضا او المشاكل زي ما هي تاني. النهارده عامله نيو لوك اهوت، عشان انتوا قلتوا لي اعملي نيو لوك بقى، احنا زهقنا من الليس والكيرلي وبتاع، فرحت لما لكم بقى ايه شعري النهارده. اول مشكله معايا من فلانه بتقولي سلام يا رضوى، انا الشخص اللي كنت مرتبطه بيه عم بيهددني بصورنا وبيهددني انه يفضحني بكل الدنيا، انا شو اعمل؟ انا كتير تعبانه، عم بيبتزني وبيقولي ان انا عايز منك كذا، طبعا انتوا فهمتوا ايه كذا، والا راح بينشر مش انا في اللغه بس ايه كل صورنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بلغي عليه، ما هو في دلوقتي قانون بيقول انه لو حد بيبتزني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في لجان دلوقتي احنا بنتكلم، انا مش عارفه، اعتقد ان انت لهجتك لهجه لبناني، فاعتقد انه في قانون، ده قانون دولي دلوقتي الابتزاز الالكتروني. انا الراجل ده اروح اعمل فيه محضر، الراجل ده بيهددني ان هو او بيبتزني ان هو عايز يعمل معايا كذا، وان انا كنت مخطوبه له او في علاقه معاه، وكان في صور ما بيني وما بينه، لو سمحتوا هاتوه وشوفوا هتعملوا معاه ايه. ده بيحصل دوليا، يعني بيحصل عالميا. التانية، عندي مشكله جامده جدا، بحب واحد ومش عارفه اقول له، وامبارح شفته كان جاي ياخدني انا وبنت عمي اللي ولدت من عند دكتور، لانه كذا 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 كذا، هو بيحترمني وبيعملني كويس، بس انا رضوى مش عارفه اقول له انه انا بحبه طول الوقت انا بفكر فيه. طيب طالما هو جاي ياخدك انت وبنت عمك، يعني انت تعرفيه وبنت عمك موجوده، والقريب اولى من الغريب، فاحنا نقول لبنت عمنا يا بنت عمي انا بحبه ومكسوفه اقول له، فايه رايك لو انت تقولي له؟ فتقوم بنت عمك رايحه قايله له يا فلان ايه رايك في فلانه، جميله ولذوذه وطعمه وحلوه، والله قال لها بس انا مكسوف وانا كان نفسي بس ما قدرتش وكذا، خلاص إيه قال لها لا دي زي اختي، يبقى انت ما احرجتيش نفسك، ومن البدايه كده احنا ايه خلصنا. اللي بعده، ازيك يا رضوى بحبك، انا كمان بحبك يا حبيبي، بحب كلامك قوي، انا عندي مشكله محتاجه رايك، انا متجوزه من 6 سنين بس بحب واحد تاني غير جوزي، ليه الذنب ده؟ ليه غضب ربنا كده؟ ليه عدم اخلاقيات بالطريقه دي؟ مش مرتاحه مع جوزي؟ اقول له مع السلامه واتكل على الله. انت بتقولي بقالك 6 سنين متجوزاه وان هو عايز حقوق الشرعيه منك بس، يعني انت حاولتي معاه بقالك 6 سنين، ما ينفعش ما تقولي له مع السلامه وتروحي تتجوزي واحد تاني. اذا كنا احنا وهم عندهم مثنى وثلاثه ورباع وبنقول لهم لا ما تتجوزوش علينا، وانت ربنا كاتب لك واحد بس، ايه ده؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان بياكلك وبيشربك يعني، واحنا المفروض ان احنا ندخل معلاقه مع راجل تاني؟ ده عدم ادب، ده عدم اخلاق. اذا كنا احنا هنا في البرنامج بتاع هي وبس، لما بيجي لنا مشكله انه في جوزي بيعرف عليا ولا جوزي بيخوني ولا جوزي بيعمل لي، بنقول لها مع السلامه، بنقول لها يلا مع السلامه، بابي فوق جمل. انتوا بتعملوا ايه؟ جوزي مش عاجبني ومش مريحني، وحاولت معاه مره واتنين وتلاته وعشره، اخونه؟ اسيبه بما يرضي الله واقول له يا عم انت في طريقك وانا في طريقي، وانا اروح اشوف نصيبي مع حد تاني، لكن اعرف راجل على جوزي؟ استغفري ربنا سبحانه وتعالى واطلبي الطلاق وسيبي الراجل ده في حاله، بس بيقابليني، قابليني
ها؟ وقولي عليا ان انا ما بفهمش لو الراجل ده اتجوزك، لو الراجل اللي انت بتعرفيه على جوزك ده اتجوزك. مفيش راجل بيثق في ست خاينه وهيقول لنفسه زي ما عملت فيه هتعمل فيا. مفيش راجل بيحترم واحده ست خاينه. مفيش راجل بيحب واحده ست من قلبه خاينه، لان الخيانه دي ابشع حاجه في الدنيا. وده رايي ومنتهى الامانه في المشكله دي. وحرام عليكم تقوا ربنا في جوازاتكم لو انتوا مش حابينهم سيبوهم. انا عايزه اقول لكم ان انا المشاكل دي ما بحبش اقراها حتى قبل الهوا علشان يبقى ردود الافعال كده ايه، بينج بونج طخ طخ. يلا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي بقيت عصبيه قوي وبنفعل جدا، بصرخ حتى على عيالي، بنفعل عضو بشكل مش طبيعي. حاسه انك كرهاني قوي، تعبانه، نفسيتي تعبانه، مش مستحمله، كانه ضغوط. الضغوط اللي انا كنت كاتماها طول السنين اللي فاتت عم تطلع. وايه يا جماعه، احنا النهارده مفيش حاجه مصر خالص، عم تطلع بشكل سلبي او ناري. تعبت وحياه الله، تعبت ما عدا فيني اتحمل. اي ست بتواجه ضغوط ماديه او معنويه، والمعنويه دي بتيجي من انه انا علاقتي مش مظبوطه بجوزي، او علاقتي مش مظبوطه بحبيبي، او علاقتي مش مظبوطه بيا. انا كنت زيك من سنتين ونص بصرخ في عيالي، مش هكذب، وكنت انسانه عصبي جدا، وعلى ادفع حاجه ممكن اعيط، وطول الوقت مضغوطه ومش عايزه حد يكلمني. لكن لما تصالحت مع نفسي قبل البرنامج ابتديت افهم. ابتديت افهم ان احنا كستات طول الوقت بنستحمل بنستحمل بنستحمل، فبنبقى عاملين زي الكوبايه. ها؟ الكوبايه دي انت نفسيتك عامله زي الكوبايه، تحطي فيها شويه هتملى، هتحطي فيها شويه هتملى، هتحطي فيها اكتر هتملى، هتحطي فيها اكتر هتدلدق. طب الحل ايه يا رضوى علشان خاطر ما تدلدقش؟ اولا ما عبيش، ثانيا ما ضحيش بزياده، ثالثا اتصالح مع نفسي، احبني. ساعات كتير قوي بصرخ في عيالي، او كنت بصرخ في عيالي، او حضرتك بتصرخي في عيالك، لان جزء من جوه هنا انت بتحسي ان انت بتعملهم كل حاجه، فلوسك عليهم، مجهودك عليهم، وطاقتك عليهم، مركزه معاهم طول الوقت، مش قادره اخد بالي مني. خدي بقى بالك من نفسك. ال 100 جنيه اللي بتطلعيهم لعيالك عشان تشتري بيهم حاجات ليهم، ودروس العيال والجزم والشنط والمدارس ونخيط ونعمل، خدي منهم 20 جنيه. ال 1000 جنيه خدي منهم 200 جنيه. انزلي اعملي بيهم اي حاجه. صدقيني مع شويه وقت هيبقى في متعه ثانيه خالص. هادي نفسك، لو ما حدش بيهديكي، انا ما حدش بيهديني، انا بهدي نفسي. زي اشتري لنفسك حاجه كافئي نفسك بيها. فهتبتدي تتصالحي مع نفسك. بعد شويه وقت حبيبتي هتبتدي تحبيها. بعد شويه وقت هتبتدي تعودي انك تدلعيها. بعد شويه وقت هتكوني انانيه بعض الشيء. فهتبطلي تصرخي فيهم او في جوزك او في امك او في اي حاجه، لان هم مش هيبقوا بالنسبه لك بيشفطوا كل طاقتك، بيشفطوا كل فلوسك، بيشفطوا كل مجهودك. هتحسي ان انت كمان بتدي نفسك شويه، بتدي نفسك فلوس، بتدي نفسك دلع، بتدي نفسك اهتمام. عشان كده طول الوقت بقول لك اهتمي بنفسك. ده انا مش كلام بقوله في الهوا، انا بتكلم بجد وعن تجربه شخصيه. وستات وبنات كتير قوي حواليا من سنين فاتوا لما ابتدوا يعملوا ده حالتهم بقت الطف. ولازم تفهموا ان الدنيا دي لا هتبقى طول عمرها فوق ولا طول عمرها تحت. لكن وهي تحت وهي بتاخدني لتحت، انا حاول اطلعني لفوق. اللي بعده، بنوتة كانت بتحب شاب سابها، حاسة مصيبة، مصيبة ان هو سابها، مصيبة. وهي مش عارفة تعمل ايه وعايزه ترجعه تاني. مصيبه ان انا راجل سابني، مصيبه. المصيبه ان انا اكون رجلي مقطوعه، المصيبه ان انا ما يكونش معايا فلوس اكل واشرب، المصيبه ان انا يكون عندي عيلين مش عارفه اربيهم، مش عارفه اصرف عليهم، انزل اشحت عليهم.
المصيبه ان امي وابويا يكون عندهم حاجه انا مش عارفه اعمل لها ايه. المصيبه ان انا يكون عندي مصيبه. دي مشكله. هي كويس قوي انها كتبت الكلمه دي عشان اقول الكلمتين دول. المصيبه هي الحاجات اللي خارج الطبيعه، اللي خارج قدراتي، اللي خارج حمولتي كمواطن كبني ادم. مفلسه طول الوقت مش عارف اكل واشرب. لا قدر الله اتعميت، لا قدر الله رجلي اتقطعت، ايدي اتقطعت، مش عارف البس بنطلون ولا جيبه. دي المصيبه، دي الكارثه. واحد سابني يبقى مصيبه؟ بالعكس، مش يمكن يكون خير؟ مش يمكن يكون ربنا بعده عننا علشان يدينا واحد تاني الطف واحسن والذ واكرم واشيك واحلى؟ ان اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. المصيبه اللي انت بتسميها مصيبه، في ستات غيرك دلوقتي كتير قوي 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 ندموا ان هم اتجوزوا جوازاتهم وما استنوش ان هم يختاروا صح. هي دي بقى المصيبه، انها تضطر تعيش مع حياتها راجل، تعيش مع راجل حياتها كلها مجبره. هي دي مصيبه. لكن مصيبه ان راجل يسيبني، ما مع السلامه، وهيجي غيره وهيجي احسن منه. وزي ما بنقول ان في رجاله وحشه، في رجاله كويسه. وما بقولش اي كلام، في رجاله كويسه. صحيح مش كتير بس يعني رايحه قوي وما رجعتش، بس في رجاله كويسه. نقوا بقى اللي بعده. حلوه دي، دي حلوه. واحده بتحب او كانت بتحب واحد في علاقه، تقدم لي ما تقدمش، تقدم لي ما تقدمش، رايحين جايين رايحين جايين، لحد ما قال لها مع السلامه. جالها واحد تاني علشان خاطر يخطبها. لما جالها بقى الواحد التاني عشان خاطر يخطبها والاولاني عارف، راح عامل ايه؟ قال لها نرجع لبعض وانا خلاص هخطبك وهتجوزك. كتر الف خيرك يا حبيبي، والله العظيم انت عملت عميل دلوقتي، اراني قد تاثرت بجد. انعمت عليها بنعمه الخطوبه. وانت بقى بتسالينا اذا كنت ترجعي له ولا لا؟ ده باعك، ده باعك، ده اسمه حب تملك حضرتك. انا اسفه جدا في هذا الوصف اللي انا هوصفه لك، بس انت هتفهميني كويس. لما بتخشي مول عشان تشتري بنطلون، بقى اي بنطلون، انت في دماغك مواصفات معينه للبنطلون. في فرق كبير قوي 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 ما بين ان انت تخشي محل وتقيسي بنطلون ويعجبك وتاخديه وتشتريه في ساعتها، او ما بين ان انت تحجزيه لحد ما تلفي بقيه المول ويا لقيتي يا ما لقيتيش. لقيتي هتشتري بنطلون غيره، ما لقيتيش هترجعي تاني تاخدي البنطلون اللي حضرتك حجزتيه. الراجل ده بيتعامل معاكي بالطريقه دي، حجزك يلف ما لقاش يرجع، نتجوز لا يلف ما لقاش يرجع. بس البنطلون بقى المره دي هيتاخد. انا اسفه جدا وعفوا في التشبيه، بس ما عنديش تشبيه غيره. فقال لك لا، البنطلون ده بتاعي، ده انا حاجزه بقى 3 سنين، اروح انا اخد البنطلون بدل ما حد تاني ياخده. يا سلام، هو اتعامل معاكي بقى بالظبط بالتشبيه اللي انا قلته. لكن احنا عندنا واحد شارينا وبيحبنا وجاي لنا جاهز، ولا عذبنا ولا قرفنا ولا اتنك علينا ولا انا هشوف ولا هسال اهلي ولا هقنعهم ولا الحاجات اللي احنا بنقعد نسمعها دي. ما اتجوزوش ليه؟ عشان بحبه يا رضوى. طب هتحبي راجل ما حبكيش؟ لا بيحبني. ما هو لو حبك كان خدك، ما هو لو حبك كان اشتراكي، ما هو لو حبك كان اتقدم لك. استنى ليه لما راجل تاني يدخل حياتنا علشان خاطر يقول لنا ان احنا قلنا هو عايز يتجوزنا؟ ليه؟ الاستاذ اللي جاي عشان خاطر يقول لك لا 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 والنبي ما تتخطبيش، انا بحبك وعايز اتجوزك، ده بيحب حضرتك حب تملك، دي بتاعتي، دي كنت حاجزها. لكن اللي جاي لحضرتك ده بيحبك علشانك، شافك من اول نظره فقال هي دي اللي انا عايزها، هي دي اللي انا اخترتها، هي دي اللي انا هتجوزها. في مثل كده زمان بلدي
كانت جدتي بتقوله لي، وانا ما كنتش بسمع كلام جدتي، بس انا صدقت جدتي الله يرحمها. خدي اللي شريكي وما تاخديش اللي شارياه، عشان اللي شريكي هيحطك جوه عينيه، واحتمال يحطك كمان فوق راسه ويمشي بيكي. اما اللي مش شريكي، مش هينفع اكمل بقيه المسا عشان ما ينفعش على الهوا. اتجوزي الراجل اللي بيحبك، اتجوزي الراجل اللي شريكي، اتجوزي الراجل اللي يحافظ عليكي ويحافظ على كرامتك، اتجوزي الراجل اللي يحس ان انت حته من السما. ارجوكي. خلصنا اسك ردوى او اس ردوى، نرجع للابتسامه الحلوه، نرجع للحلقه الجديده. هنبتديها بتقرير تقرير ل 40 يوم بسمة أنطونيوس، ونرجع ليكم من نهاية وبس.